وحكم الذين تشيعوا ببركة منابر الحسين الكثير ولله الحمد. ولهذا حتى أهل الغرب الآن في حيرة وتعجب، يدرسون هذه الظاهرة فلا يصلون إلى نتيجة، لأن ما يحملها العقيدة إلا أنت الآن تحملها. لهذا يتعجب. حفظ الله الخطيب الكبير العلامة الحجة الشيخ باقر المقدسي ومن الله عليه بالصحة والعافية، هذا الشيخ الجليل، إلى كتاب لطيف، إلى كتاب عنوانه دور المنبر الحسيني في توعية المسلمين. يذكر يقول: حدثني الشيخ زهير حسون أنه ذهب إلى مكتبة الفاتيكان، هذا الشيخ زهير حسون ذهب إلى مكتبة الفاتيكان، يقول: لما دخلت المكتبة وإذا فيه أرشيف للكتب الإسلامية فقط، يقول: أنا طبعا جئت إلى القائمة وإذا وجدت ما يقارب من 1000 كتاب، كل هذه الكتب مخصصة للإمام الحسين صلوات الله. صور أكثر من 1000 كتاب في مكتبة الفاتيكان. شوف وجه الله شلون، هذه أمور إلهية، الخلق ليس لهم يد فيها، ليس لهم يد فيها. زين، يقول: أنا تعجبت، مكتبة الفاتيكان مركز النصرانية وإذا أكثر من 1000 كتاب تتحدث عن حياة الإمام الحسين وعن سيرته، هذا أمر مذهل. ولهذا يقول: جئت إلى القسيس المسؤول عن المكتبة، قلت له: أنا بالفعل شنو هالسبب وجود أكثر من 1000 كتاب يتحدث عن الإمام الحسين؟ قال: أنا أخبرك بالسر. قال: إحنا علماء النصارى أوقفنا شيء، وجدنا أن التشيع في انتشار في العالم. يقول: هذا الشيء أوقفنا، صرنا نفكر شنو السبب، فاهتدينا إلى أن من أعظم الأسباب منابر الإمام الحسين صلوا على محمد. يقول: قلنا زين، حنا ندرس عن حياة الحسين، من هو الحسين؟ فصرنا نبعث إلى الكنائس في المشرق في بلاد المسلمين، أي كتاب يصدر في أي بلد تبعثوه إلى الفاتيكان، ولهذا تجمعت هذه الكتب. فقلنا: إذن إن من أسباب انتشار التشيع مظلومية الحسين بن علي. قلنا: إذن احنا نقابل هذا الأمر بأمر مثله، لماذا لا نذكر إلى الناس في العالم مظلومية عيسى بن مريم وأنه قتل وصلب حتى ينتشر دين المسيحية؟ يقول: لكن خاب مسعانا. وبالفعل يخيب المسعى. ليش؟ لأن هذا كذب خلاف القرآن. لأن عيسى بن مريم لم يصلب، وإنما رفعه الله طاهرا زاكيا إلى السماء. لهذا هذا كذب، الكذب ما يمشي، ما يصير توفيق إلهي له. بعكس الحق، الحسين وجه الله، ما دام وجه الله إذن الحسين كله حق. ولهذا أي أثر، لاحظ، أي أثر متصل بالحسين ما يهلك ويبقى، أثر صغير أم كبير. سبحان الله، شفت تأييدات إلهي، حتى الأثر الصغير لا تستخف بشيء ينسب إلى الإمام الحسين، ترى هذا عند الله عظيم. رحم الله.